السلام عليكم ومرحبا بكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. الطبق ديال اليوم هو طبق ديال الكفته بالفلفله حلوه، طبق زوين كيجي بنين جدا جدا جدا. هنايا في المجتمع الباكستاني كياكلوه بالخبز، نتوما تقدروا ديروه تعمروا به المسمن او لا تاكلوه كيف هكاك، وداكشي اللي بقى لكم تقدروا تعمروه كيف ما كندير مثلا انا. الا طيبت بزاف كناكلوه، ولا بقى لي شويه الغد ليه كنعمروه في داك المسمن كيف ما كنقولوا حنا المسمن ديالنا، هما تيقولوا له براتا، كنعمروا به وكنسيرفيه. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا درت انايا شويه زيت العود وشويه ديال الشحمه. الا كنتو كتعرفوا هذاك النوع ديال الخروف اللي كتكون عنده ديك المؤخره بزاف، تيقولوا له هنايا دومبا باللغه ديالتهم، تيقولوا لهم دومبا. فانا كنت عييت العيد اللي فات بدومبا، وكانت بقات لي هذيك الشحمه، فما بغيتش قلبت في الانترنت لقيتها بانها فيها دهون صحيه، يعني ما مزيانش الواحد يلوحها فيها دهنه. فانا شنو درت، شديت هذيك الشحمه كامله قطعتها اطراف وذوبتها واحتفظت بها، يعني كتبقى العام كله. فكيف ما شفتوا درت شويه ديال الزيت شويه ديال الشحمه، وزدت نص كيلو ديال الكفته، بقيت كنحمرها مزيان 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 تتغير اللون ديالها، وحيدت منها الريحه ونشفت من هذاك الماء ديالها. وزدت معلقه كبيره ديال الثومه مبشوره، معلقه كبيره ديال سكينجبير مبشور فريش، وحركت مزيان حتى واحد 30 ثانيه حتى لدقيقه، باش داك الكفته تشرب يعني تنسجم مع الثومه والسكينجبير وتحيد منها الريحه. صافي. وزدت بصله مقطعه وجوج مطيشات مقطعين، وحركت مزيان. وزدت التوابل اللي كنستعملو بصفه عامه في الطبخ، ما كاينش عليها زعما شي توابل خاصه، شويه ديال التحميره، شويه العرق الصفار، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر كريم، والملحه، وشويه ديال الكرام مصالة. وحركت كل شيء وخليته ينسجم واحد تقريبا 5 دقائق، وزدت شويه ديال الماء وخليته يطيب على عافيه مهيله. تقدروا طيبوا هذه الاكله هذه في الكوكوط يعني الا كنتو زربانين، ولكن ديما الواحد انا كنصح الواحد يطيب على عافيه مهيله باش الاشياء ما كتحرقش، وكتجي حتى البنه كتجي زوينه في ديك الاكله. هاد الاكله هذه تياكلوها هنايا مع المخللات بزاف، كتغني هذاك، كتزيد في المذاق كيف ما كنقولوا. ففي الوقت اللي كانت عندي الكفته كطيب، مشيت قطعت الفلفله خضراء. هنا الكميه كتبقى على حسب الرغبه، ولكن من المستحب ان الكميه تكون متوازنه مع الكفته اللي عندكم، يعني ما تكونش الفلفله غالبه بزاف وما تكونش الكفته غالبه بزاف، يكونوا متوازنين بحال شويه شويه كتجي احسن. فانا قطعت، كانوا عندي 3 الفلفلات متوسطين قطعتهم، وفي الوقت اللي كانت كطيب الكفته يعني جيت معها تقريبا، فاش ساليت تقطع راه طابت لي الكفته، وزدت هذيك الفلفله اللي قطعت. وكيف بغيت نقول لكم على ود هذيك الشحمه ديال داك النوع ديال الخروف، كتجيب الماكله وخصوصا كتجيبو بنين بزاف، يعني هذيك الشحمه كدير واحد البنه خاصه في السخت وفي الاطباق ديال اللحوم والكفته. كنصحكم الا كنتو زعما كتشريو هذاك النوع ديال الخروف، ما تضيعوش هذيك الشحمه، قطعوها اطراف وديروها في طنجره كبيره وخليوها واحد الساعه تقريبا على عافيه مهيله، حتى كتحول لكم الشحمه ولا كتحول لكم الزيت، وعاد ديروها في اطباق ديال التراب اولا اطباق اللي عندكم، وخليوها راه كدوز لكم العام كامل، كتزيدوها في اللحوم في الاطباق ديال اللحوم الكفته كتبنن بزاف. فهنا كيف ما كتشوفوا زدت الفلفله خضراء على الكفته، وقبل ما نزيدها كنت كيف كتشوفوا معست شويه هذاك البصله وهذيك مطيشه فاش طابوا باش كتنسجم مع الكفته، ما كتبقاش باينه بزاف بحال هكا. وزدت الفلفله وخليتها واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه على عافيه مهيله، ديما على عافيه مهيله باش كيطيب داك الشيء وكينسجم وما كيتحرقش، وكتجي البنه زوينه. صافي. هنايا منين بانت ليا هذيك الفلفله طابت مزيان، ما كنزيدوش الماء هنا بزاف باش الفلفله ما تطيحش بزاف، يعني خاصها تبقى شاده في راسها تبان داك الشكل ديالها طويل بحال هكاك. راه كنزيدو ديجا الفلفله راه فيها الماء، يعني فاش كتنشف لنا الكفته من الماء لا داعي اننا نزيدو الماء.
دونك كيف كتشوفوا هنايا ضربت الزيت طلع الفوق، زدت شويه ديال ربيع والقزبره مفراش مقطعين، وشي ثلاثه ديال الفصوصه ديال اوريوسه الحاره، غير باش كتعطي ديك البنه في الاخر كتجي زوينه. صافي وحركت وقدمتها، وكله بنينه وسهله وصحيه، زوينه زوينه بزاف. وكيف قلت لكم تقدروا تطيبوا كميه كبيره تاكلوها بالخبز في داك الوجبه الاساسيه، وداك الشيء اللي بقى لكم راه تقدروا تعمروا به بسمنات، تعمروا به خبيزات وديروهم في الفران على حسب. انا كل مره الا كانت عندي الكفته بالزيت كنطيب بالزيت، وداك الشيء اللي بقى لي الغد ليه كندير اكله اخرى بها. يعني كيف قلت لكم كنعمر شي حاجه وكنديرها في الفران، اولا كنعمر بها دوك المسمنات وكنعطيهم لهم في الغداء. كتقدموها مع سلطات فيها مطيشه وفيها البصله والمخللات، كتجي زوينه بزاف. كانت هذه الأكلة ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا، بسلامه.